اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا لابثين فيها أحقابا وكواعب أترابا وكأسا شهابا لا يسمعون فيها لغوا يوم يقول الروح والملائكة صفا أتخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ترجوه غائبا تبقى وجوده لك الآخرة إذا كنا عظاما نخية قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي سمع الله أكبر Thank you.